عشان نتصالح. أنا وليان ما عمرنا تهاوشنا. السبب اللي أنا ما كنت أتكلم عنها كان مرة سهل. قلت لكم أنا أحب أحتفظ خصوصيتي، ومن طلعت ما حد يعرف عني أي شيء، مجرد أني روز أول موديل سعودية. إيش سالفتي؟ إيش قصتي؟ مين أهلي؟ ما حد يعرف عني أي شيء. لما طلعت ليان طلعت وحطت اسم العائلة، حطت صور إخواني، حطت كل شيء. فأنا ما كنت حابة أنه أنا أخلي الناس تعرف إيش مين أهلي، مين حياتي، وش الوضع، عرفتوا؟ لأنه طبعاً يعني المتابعين اللي عندي أكثر من ليان بكثير، فعشان كذا لو تكلمت عن ليان كلهم بيروحون هناك بيعرفون وش السالفة. فهذا كان أحد الأسباب أني أنا ما تكلمت، كنت ساكتة. وقلت لها ليان أنا ما عندي مشكلة أنه أنا أتكلم عنك، بس أنت للأسف أنه طلعتي تكلمتي عن أشياء وطلعتي معلومات أنا ما أبغاها تطلع. وليان لما طلعت ما كنت أدري أنا أنه ليان أصلا دخلت السوشيال ميديا، عرفتوا؟ يعني ما جت قالت لي. بس ما تكلمت عنها، قلت لكم عشان ما تطلع معلومات أنا ما أبغاها تطلع. وليان أول ما دخلت السوشيال ميديا كانت داخلة بتهور، يعني دخلت في العميق على طول، حطت لصقت كل شيء، اسم العائلة، صور إخواني، يا بنت الحلال استندي بالله شوي استندي. بس بالنهاية قلت لكم الشخصية تختلف بيني وبينها. أنا أحب أحتفظ بخصوصيتي، هي ما يعني عادي ما عندها مشكلة، بس تعلمت. يعني الواحد لما يبدأ بشغلة بالسوشيال ميديا خاصة مع الوقت يتعلم انه ايش الاشياء اللي لازم يقولها وايش الاشياء اللي مو لازم يقولها، ايش الاشياء اللي لازم يطلعها وايش الاشياء اللي المفروض يحتفظ فيها، عرفتوا؟ جوالي بيطفي، لا تكفى، لا مو وقت امك.